هبتدي معاكم بالرز الحار. الرز ده شبه الرز المكسيكي شوية بس من غير توابل كتير، هو بس فكرته انه بنحط هريسة مع الصلصة وبيبقى لونه محمر شوية مع مشروم وشوية خضار، بيبقى طعمه ظريف، بس هو للناس اللي بتحب الأكل الحار وسهل يعني مبياخدش وقت. الرز بسمتي، واحنا عارفين التكة بتاعت الرز البسمتي انه كوباية الرز بتاخد 2.5 كوباية مية، مش قد الرز العادي بيبقى كوباية مية قدامها كوباية مية واحدة بس، بنضاعف كمية المية. هقول لكم مقادير الرز هبتدي بيها علشان لحد ما الرز يستوي نعمل الشيش طاووق مع بعض. هستخدم للرز 1 كوب رز بسمتي، وعشان هو بسمتي هستخدم له ضعف المية، هستخدم له 2.5 كوب مية، وهستخدم مية هخلطها بالهريسة زي كده، وهستخدم مشروم فريش، وياريت يبقى فريش مش معلب علشان ما يعملش معايا مية في الرز، بيبقى المعلب بيبقى دايما فيه مية كده، بنجيب الكان بنلاقيها جواها مية فبنقعد نصفيها بتغير الطعم شوية، فلو فريش يبقى أحسن. وفلفل رومي أحمر مكعبات، وبصل وملح وفلفل ونعناع للتزيين. أنا هعمله من غير سمنة، هعمله كده بالزيت. هحط مقدار كافي من الزيت عشان هشوح فيه بصل ومشروم، في عندي كذا حاجة هشوحها، انا عايزة اشوح البصل والمشروم في وقت واحد. هبتدي دلوقتي اشوح معاكم البصل. هنشوح البصل مع المشروم، انا عايزاهم يتشوحوا مع بعض عشان احنا هناخد وقت كبير في السوا بتاع الرز، فلو انا عملت البصل خليته يدبل خالص لما نحط مية ونشوح الرز بياخد وقت كبير في التشويح هيبقى دبلان بزيادة، انا عايزاه يبقى ناضج لحد الاخر خالص، فمش هشوحه كتير، بس هسيبهم يتشوحوا مع بعض حاجة بسيطة كده لحد ما نلاقي لونهم غير. نبتدي نحط مع بعض الملح والفلفل، واحط الفلفل الاحمر. البصل والمشروم ما نسيبهمش لحد ما يبقى لونهم بني، اول ما يبتدوا بس يدبلوا حاجة بسيطة نلاقيهم طريوا شوية نروح حلطين، حط على طول حاطين الرز وحاطين الفلفل الأحمر، وهحط دلوقتي فلفل وهحط ملح وعايزاهم ياخدوا وقت تشويح مع بعض قبل ما احط المي عشان يستوي أسرع ويبقى طري، وفي نفس الوقت مش طري اللي هو معجن ولا ناشف نحس ان ناقصه تسويه. سيبهم كده يتقلبوا شويه مع بعض، وبعدين ازود الهريسه وازود الميه كانه الرز بتاع الكشري بتاع السمك قصدي، لما بنسيب البصل يتسبك مع الميه علشان يحول لونها البني فيبقى رز سمك زي رز الصياديه، بيبقى كده بالظبط بس هو بهريسه. دلوقتي نزود هنا الهريسة بالصلصة، دول مقلبينهم مع بعض بس في طبق مش اكتر يعني. بصوا اللون، ما تتخدوش من اللون، هو ده لونه كده، هو رز حار، هو دلوقتي بيتقدم في اماكن كتير زي الكاري لما بنعمله يعني، هو بس مجرد لون، وطبعا الهريسة بتعمل طعم حار هو مش بس لون. ازود عليهم الميه وعلى نار عاليه لحد ما يتشرب ميته. اسيبه بقى يتشرب ميته، احنا كده حطينا له الهريسه وحطينا له الملح والفلفل ومتبلينه، وسبكنا مع بعض شوحنا مع بعض المشروم والبصل تشويحه بسيطه عشان يفضلوا للاخر مش دبلانين. اعلي بقى درجه الحراره كده، نسيبهم يتسبكوا مع بعض لحد ما يتشرب ميته زي اي رز، ونقلل الحرارة شويه.